واقترب موعد الولادة، فصارت الأم تبكي بكاء شديدا يقطع نياط القلوب، وصار بناتها يبكين لبكائها شفقة عليها وعلى المولود الجديد لو كان بنتا. ونقلت المرأة إلى المستشفى، ولكن الزوج لم يذهب معها، بل اتصل بإخوتها كي يذهبوا معها. وأدخلت المرأة إلى غرفة التوليد، وخرجت الطبيبة بعد نصف ساعة تحمل بيدها بنتا جميلة جدا لتبشر أهل المرأة بها، لكن الخبر لم يلقى عندهم موضعا، بل حلت الكآبة على وجوههم، ليس كرها بهذه البنت المسكينة، بل خوفا عليها مما قد يصيبها على يد والدها. واستيقظت الأم المسكينة من بنجها، فأحضروا لها الفتاة، فلما رأتها بكت بكاء مرا، واستبكت من حولها حتى تحولت الغرفة إلى مناحة، واستقبلت بها هذه الصغيرة المسكينة في يوم خروجها إلى الدنيا. واتصل أحد الحاضرين بالزوج وبلغه الخبر، فجاء مسرعا يأكل الأرض أكلا، ثم دخل إلى المستشفى يتميز غيظا ويهدد ويتوعد: أين هي؟ أين هي؟ لقد أقسمت أن أقتلها، أين هي تلك المشؤومة؟ فحاول الحاضرون تهدئته، لكنه لم يهدأ، فأمسك به عدد منهم وأخرجوه بالقوة خارج الغرفة عسى أن تخف حدة غضبه. ثم أمر هؤلاء الحضور أهل الزوجة أن يأخذوها إلى بيتهم لعدة أيام عسى أن يعود هذا الأب عن قراره حينما يسكت عنه الغضب. لكنه ازداد عتوا وإصرارا، وترك زوجته وبناته لمدة شهر كامل لا يسأل عنهن ولا عن أخبارهن، فقد رأى أنه ينأى بذلك عن التفكير في أمر هذه البنت، وهو لا يدري بلذع النار الذي تذوقه الأم وبناتها. لقد كانت أيامهن ليلا طويلا مملوءا بالأحزان، كن يتجرعن الصاب والعلقم بانتظار أن يسأل أبوهن عنهن وعن أمهن، ولكن أمنياتهن كانت تسقط من سماء الأحلام الوردية لتصطدم بأرض الواقع الرمادي، فيستيقظن على بكاء أمهن وهي تلوك همومها وأحزانها. وعاد الأب إلى بيته في أحد الأيام بعد نهار حافل بالعمل، وتناول طعامه ثم حاول النوم، ولكنه لم يستطع، ولم يكتحل جفناه بنوم، وظل يتقلب على فراشه كأنما يتقلب على جمر، حتى أذن مؤذن الفجر، فأحس برغبة شديدة تشده للذهاب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر هناك، عسى أن يجد في ذلك بلسما لآلامه الشديدة التي اعتاص على الأساة شفاؤها. فتوضأ صاحبنا وتوجه إلى المسجد مشيا على قدميه ولم يركب سيارته، لأنه أراد أن يسلي نفسه بالمشي إلى هناك، وتعمد ألا يذهب إلى مسجد الحي، بل اختار مسجدا بعيدا قليلا عن المنزل. وحين وصل المسجد كان الإمام قد شرع في الصلاة، فكبر الرجل ودخل في الصلاة، وقدر الله تعالى أن يقرأ الإمام آيات زلزلت كيان الرجل، فقد كان صوته نديا، وقرأ من قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فشعر الأب أن الخطاب موجه إليه، فبكى، وبكى حتى ابتل ثوبه، وشعر بأن كمده وحزنه قد خرجا مع هذه الدموع التي سحت من عينيه. ثم عاد إلى بيته بعد انقضاء الصلاة، فاستغفر ربه من هذا العمل الذي كان سيقدم عليه، وكاد يهوي في قرارته لولا أن تداركته رحمة ربه. فانتظر حتى طلع الصباح، ثم ذهب إلى أهل زوجته واسترضى زوجته فرضيت بالعودة معه، فأحضرها وبناته، وهدأت العاصفة التي اجتاحت البيت وهددت أركانه بزعزعتها. ومرت الأيام والشهور، وشاء الله تعالى أن تحمل هذه الزوجة مرة أخرى، لكنها لم تكن قلقة كقلقها في الحمل السالف،
لأن زوجها لم يهدد بما هدد به من قبل. وتطوى صحائف الأيام وإذا بالمرأة تلد غلاما، فيفرح الأب به فرحا شديدا، ويأتي إليه الناس من كل حدب وصوب يهنئونه بقدوم هذا الولد الذي سيحمل اسمه ويكون وريثه فيما بعد.